وجهك شدات فيه الشمس، عندك بقع وعندك تصبغات، وجهك فيه اثار ديال الحبوب، وعييتي ما ديري فيه في الوصفات، ولكن حتى حاجه ما نفعتك. جبت لك الوصفه اللي غادي تهنيك من كاع المشاكل، غتوحد لك اللون وغتصفي لك البشره وغتهنيك من هاد المشاكل. هلو هلو فريشتي، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير عوده ميمونه ان شاء الله. صيف صيف يا لالا، وارى لك ثاني الماسكات. اليوم الوصفه ديال اليوم بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال اثار الحبوب، الناس اللي عندهم مشكل ديال البشره ديالهم دهنيه، الناس اللي عندهم عدم توحيد اللون ديال البشره ديالهم ما بين البشره وما بين العنق، جبت لكم واحد الوصفه سهله اللي غتهنيكم من مشاكل اثار الحبوب، مشاكل البشره الدهنيه، ومشاكل حتى الناس اللي عندهم البقع واثار ديال الشمس. وصفه سهله وغير بجوج ديال المكونات. دائما كنجيب لكم سهل الممكن، علاش؟ لان الوصفه ملي كيكونوا فيها المكونات بزاف كتعكزوا عليها. اصلا انا عارفاكم نتوما معجزات، داكشي علاش كنحاول ما امكن نجيب لكم المقادير يكونوا قلال ولكن الوصفه تكون فعاله جدا. المهم باش ما نطولش عليكم، مرحبا بالناس الجداد اللي عندنا في القناه ديالي، ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك باش دائما يوصلكم الجديد ديالي عند نزوله، لايك وبارطاج باش تعم الفائده على الجميع، واكيد تعاليقكم الزوينه بحالكم ما تبخلوش عليا بها. المهم ما نطولش عليكم، اجيو نشوفوا الوصفه. اول مكون عندنا هو العرقسوس. عرقسوس كاين عند العطار، بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي فين نقدروا نلقاو، تقدروا تاخذوا عرق كما تاخذوا مطحون، غير هو المشكل ديال العرق هو انه كيكون صعيب شويه في الطحن، كيبغي الخاطر ديال الخاطر ديال المعقول صراحه الله، ولا تاخذوا بحال هكا عند شي عطار كتثقوا فيه باش ما يكونش مخلط مع مكونات اخرين. المهم كتاخذوا هذا العرقسوس. عرقسوس غني في تفتيح البشره، في ازاله اثار الحبوب، ازاله الدهنيات، واعطاء نضاره واشراقه للوجه، وايضا كيزيل لكم حتى دوك الخطوط الرقيقه، وكيوحد لون وكيجبد وكيعطي واحد النضاره وواحد الشباب للبشره. دائما كنقول لكم حيدوا العكزيه المعكازات، راه الوصفات الطبيعيه كتعطي واحد ليكلا للوجه احسن من هذوك المواد الكيميائيه اللي كيخرجوا لكم على الوجه، فكيديروا لكم حفاري في الوجه كيخسروا لكم البشره ديالكم. كيف كتشوفوا دابا معايا انا راه كنقدم لكم هذه الوصفه ولكن بدون نقطه مكياج، راه ما دايره حتى شي حاجه للبشره ديالي، البشره ديالي فقط غسلتها مع الصباح وخليتها هكا نظرا لانني كاينه في الدار، ما درت لا اكرون لا حتى شي حاجه، ولكن الواقي الشمسي دائما كنديرو ملي كنكون خارجه، هذه صيف وشتا يعني ما تنحيدوش باش كنحمي الوجه ديالي من اثار الشمس فوق البنفسجي عفوا. المهم كناخذ هنايا عندي معلقه ديال العرقسوس بحال هكا. والمكون الثاني الغني يعني التعريف، كنظن بان كلشي كيعرف المزايا الكبيره ديال مايزينا او ما يسمى بالنشا. النشا فيه واحد المكونات بزاف مبيضين ومفتحين للبشره وللجسم ايضا. المهم ما كيخطانيش في الوصفات ديالي، غادي ندير معلقه ايضا ديال النشا تقريبا هي معلقه. ثالث مكون هو الياغورت الطبيعي بدون نكهه، وناخذ المعلقه ديالنا يا لالا باش كنعبروا. هكا ونخلطوه، هنا غتكفينا ما يعادل ديال زوج ديال المعلقات ديال الياغورت الطبيعي، يعني الكميه اللي غادي تكفينا باش نخلطو. ودابا غادي نخلطو المكونات كيف كتشوفوا معايا هكا حتى يتجانسوا لينا مع بعض. ها هما بعد ما تجانسوا لينا كنحصلوا على هذا العجين. هذه دابا بالنسبه للناس اللي عندهم افرازات دهنيه في البشره ديالهم، الناس اللي عندهم البشره ديالهم كتحسس بزاف من الدهون وكيخرجوا لهم دوك الحبوب ولا كيبقاو لهم اثار، كيقدروا يزيدوا زيت شجره الشاي. زيت شجره الشاي فعاله في ازاله الدهون من الجذور، يعني كتحيد لكم كتقتل لكم العرق ديال الحبوبه ملي كطلع، كتقتلها من الجذور، كتبقى كتقتل فيها شويه بشويه حتى كتيبس، ومن بعد ما كيبقاش الاثار ديالها. غير هي كونسونطري بزاف، خصكم تهزوا الى بغيتو ديرها غير بوحديتها تهزوا شويه وتحطوه على الحبوبه ماشي على البشره. كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح جدا
وكنتمنى غادي ندير قطره لان هو كونسونطري بزاف. كنتمنى المعلومات اللي كنعطيكم تكون كتفيدكم وايضا تكونوا كديروا بها في حياتكم اليوميه. ودابا كنعاود نخلط وكنطبقها على البشره ديالي، اكيد تكون بشره نقيه من بعد ما درتو ليها الكوماج جوج ديال المرات في الاسبوع، وكنطبقوا دابا على بشره نقيه. ودابا غادي نحيد ديال اللانتدرتي كما العاده ونطبق معكم الوصفه على بشره نقيه. ايضا منطقه الجبهه. الا بغيتوني نحط لكم سلسله ديال كيفيه العنايه بالبشره في الصيف، انا راه هنا الاشاره. المهم خليو لي التعليق ديالكم في صندوق التعليق باش نقرا التعليق ديالكم، وانا راه هنا الاشاره ديالكم. نقرا تعليق كيعجبني حالو، انا في حاله بزاف بزاف الحمد لله. لا الا دينا بدات كتكبر شويه شويه. دابا نكمل باش ما نكمل نحط الوصفه على كامل وجهي ونرجع لكم. كيف كتشوفوا دابا انا طبيته كله على وجهي، غادي نخليه دائما ما كنقدرش نستغنى على العوينات اللي جاوني باش نقدر نتواصل معكم. غادي نخليه دابا حتى ينشف تماما، يعني ما بين 15 دقيقه حتى 30 دقيقه حتى ينشف تماما، ونرجع معكم نشوفوا التتمه ديال الوصفه. شفتوا من بعد ما نشف الماسك ده على وجهي كله، دابا غادي نحيدو قدامكم، غادي نحيدو، غادي نجيب هاد البونجا ديالي باش كنحيد الماسك. ايوا دما نغسلو، قلت غادي نزول الماسك قدامكم باش تشوفوا النتيجه والفعاليه ديال الوصفات ديالي. نحيد الماسك ديالي بيان سور غير بشويه على البشره ديالي. انا هادو كنستعملهم كيجوني ساهلين، الا ما بغيتوش تغسلو وجهكم ولا شي حاجه كتكون هاد الطريقه سهله في ازاله الماسكات. عرفتوا فوائد كبيره كبيره وفعاله ورهيبه في تفتيح البشره وازاله التصبغات وازاله اثار الحبوب. وما تنساوش دائما كيف كنقول لكم، ما تنساوش العنق ديالكم، اي وصفه درتوها لوجهكم ما تنساوش العنق ديالكم. اكيد غادي نحيد حتى العنق ديالي باش يكون دائما لون موحد ما بين البشره ديالي والعنق ديالي. المهم غادي نحاول نحيد ومن بعد نغسل وجهي ونرجع معكم نشوفوا النتيجه ديال البشره ديالي من بعد ما غسلت الماسك. اول حاجه غادي نقولها لكم، بالنسبه الناس من بعد ما تحيدوا الماسك غادي تحسوا بوجه ديالكم خارجه منه واحد الحراره وكل احمر، ما تخلعوش ما تخلعوش، هذيك الحموريه نتيجه الفعاليه ديال الماسك. دابا غادي ندير زيت اللوز، نتوما استعملوا اي زيت او لا اي كريم كتستعملوا، انا هنا كنستعمل سواء زيت اللوز سواء زيت الليمون. ودابا غادي ندير هكا كيف كتشوفوا حركات خفيفه باش كتبقى البشره ديالي مرتبه هكا يا اختي. دابا نزيدو بدراتنا. ودابا غادي نقول لكم وصلنا للنهايه ديال الفيديو كالعاده، ما سخيتش بكم، ما سخيتش بجماعه ديالكم، ما سخيتش بالهضره معكم، ولكن وصلنا للنهايه ديال الفيديو. مرحبا بالناس الجداد والقدام اللي عندنا في القناه ديالي، قناتي وقناتكم، قناة اختكم دادو بلا شانيل. العائلة ديالنا بدات كتكبر شوية بشوية، كنتمنى نكون عند الاستحسان ديالكم وعند الظن ديالكم. ما تنسونيش من الضغط على زر الاشتراك باش دائما يوصلكم جديد ديالي، عند نزوله لايك وبارطاج باش تعم الفائدة على الجميع، وواحد التعليق زوين اللي جرب الوصفة تقول لي كي جاتكم الوصفة. وبزاف ديال الحب لكم، ما سخيتش بكم كما العادة. شعارنا هو خليكم زوينين حيت نتوما زوين وفعلا تستحقوا تكونوا زوينين. يا الفريشات، بالصحة والراحة، باي باي.